نحن هنا. ياه، علي اتأخر قوي كده ليه النهارده؟ اه معلش، اصل هو عنده شغل كتير في الجورنان اليومين دول. اصل انا كنت عايزاه يوصلني لغايه شقتي فوق، اصلي بخاف اطلع السلم لوحدي. هو هيوصلك الحج ده، انت سلمتين وهتكوني في شقتك. ولد عيب يا سولي عيب، ده بدل ما تقولها بات معايا. ايه بابا، ايه تبات معايا دي؟ نوها مش نيها، الولاد قاعدين. ما هو العيب مش عليهم، العيب على مامتهم اللي ابتدت التريقة الاول. وانا نطقت لسه؟ ما هو حضرتك وجده بقالك كتير قوي قاعدين هنا، ما بتعملوش اي حاجه غير انك انتوا بتتبصبصوا لبعض. سولي ايوه بصراحه احنا حاسين ان احنا قاعدين طراطير. ايه يا بنت ده؟ ايه طراطير وتبصبصوا؟ ايه الالفاظ دي؟ لسه توك، ما انت واخده بالك؟ اتفضلي اتفضلي قولي لهم بقى. حاضر، ما انا هقول اهو. ايه الالفاظ دي؟ ها؟ دي تربيتي برضو؟ انا ما عرفتش اربي. اسمها بتظبطوا بعض؟ بتسقموا على بعض؟ يا ريتك ما نطقتي. وبعدين انتوا ايه اللي مقعدكوا اصلا؟ اتفضلوا ادخلوا ناموا. ادخل ازاي واسيبهم وهم في مرحله المراهقه المتاخره دي؟ ولد عيب كده. مامي هما مش هيمشوا بقى، احنا عايزين ننام. وانا كمان قصدي عيب كده يا مي. ماشي ماشي، انا هطلع بيتي قبل ما اولادك يطردوني. ليه يا حبيبتي؟ وانا رحت فين يعني؟ نعم لا قصدي انا موجوده يعني، ما اسمح لهمش بكده ابدا. ماشي، تصبحوا على خير. لا لا استني يا ست السيادة، انا جاي معاكي. ولد ماما في ايه يا انجي؟ في ايه اللي في ايه؟ انت رايح فين؟ طالع معاها اوصلها عشان في قط دكر كل ما يشوفها يعاكسها وهي طالعه في الاسانسير. وانت عرفت منين بقى انه دكر؟ ما هو كل ما يشوفها يعاكسها وينونو عليها ويفضل يقول لها نيو نيو دو دو. سيبيهم يمشوا بقى يا مامي، احنا عايزين ننام. ايوه مامي، لحسن هم ايقاعهم ستيناتي بطيء. ولد ماشي يا سولي، ماشي انت ومي، حسابكم معايا بعدين. طب يلا بينا بقى، اصلا هتحاسبهم. اه يلا اتفضلي يا ست سيادة. مع السلامة. الله يسلمك حبيبتي. على مهلكم. يا لهوي. وبعدين بقى يا سوسو، الله، احنا هنفضل لحد امتى كاتمين حبنا؟ مش عارفة يا حوحو. حوحو الله الله على حوحو دي، طالعه من بقك كاني واكله قرن فلفل حراق. حوحو قرن فلفل لما يبقى يلهلب صدرك، ايه الفلفل ده اللي انت عايز تاكله لي؟ لا لا انا ما اقصدش يا حبيبتي، انا بس يعني بعبرك عن فرحتي ان انت بتدلعيني. ما تكسفنيش بقى يا حوحو. يا الله حوحو، طب ممكن تديني ايديكي؟ لا اكسف. اكسفي ايه؟ انت فهماني غلط، انا مش عايزه عشان حاجه كده ولا كده، انا بس عايزه عشان اخد بقى صباعك عشان لما انزل اشتري دبله الخطوبه. الله الله، بس انت ايدك كبيره قوي، ده كده الدبله هتتكلف. يا بخيل. مش بخيل ولا حاجه، انا مهما جبت لك حاجات. ها افشتكم يا ماما، افشتكم يا فجرين. لا 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 لا، من فضلك يا دكتور ما تفهمناش غلط. غلطي انا، باصص من العين السحريه وشايفكم وشايفكم انت عمال ده، انت فاضلكم خمس دقايق وتلعبوا عريس وعروسه. لا يا دكتور من فضلك، احنا ناس اكبر من كده بكتير، كبرنا على الحاجات دي. ايوه بس انا لسه ما كبرتش، يعني ممكن انا العب معاها؟ من فضلك يا دكتور عيب كده، وطي صوتك. وطي صوتي؟ انا لازم اقول لعلي. قول لعلي؟ طب ماشي بقى، انا برضو هقول المدام ان انت كنت بتعاكس مرات مغاور البواب. انا وليه الصوت الجربانه دي؟ هقول كده وهتبلى عليك وهكذب وهقول كل حاجه، وحليني بقى لما تثبت انت العكس. وب 10 جنيه بس، 10 جنيه اخلي مغاور البواب يشهد عليك. 10 جنيه؟ طيب خلاص انا ديها وتكملوا لعبه براحتكم. حبيبي يا سمره. تعالي يا حاجه. بصوا بقى اللي حصل النهارده ده كان في منتهى قله الادب، احترام الضيف واجب. ايوه يا مامي، بس دول قالنا سياده وجده احمد مش ضيوف، يعني دول قرايبنا. ايوه ده سبب اكبر يخلينا نحترمهم اكتر. اسمعوا بقى، اي حد يدخل البيت ده يبقى ضيف، واجب احترامه واكرامه. مين انت مش شايفه كانوا بيعملوا ايه؟ انت عاجبك شغل المهارقه اللي كانوا بيعملوها دي؟ اسمها مراهقه. ايوه ما كانش عاجبني بصراحه، كان اوفر قوي. بس برضو ما عجبنيش اللي انتوا قلتوه،
يعني قعدتوا تقولوا لهم امشوا عايزين ننام؟ عارفين لو ابوكوا كان موجود كان زعل منكوا جدا عشان امه طبعا. ايوه صح يا مامي، هو بابي اتاخر كده ليه؟ في الشغل حبيبتي، عنده شغل كتير جدا في الجورنان ولازم يبات علشان يخلصه. عموما يا مامي ما تزعليش، اي ضيف هيجي تاني هنعمله احسن معامل. ايوه يا مامي احنا مش هنعمل كده تاني. حبيبي حبيبي يلا ننام بقى. هو انا مضايقاكوا في السرير ولا انا؟ لا خالص خالص. طيب يلا ننام.